صباح الخير لجميع مشاهدي شاشة نور الشباب. ما في أجمل أنه نبدأ نهارنا مع كلمة الرب، واليوم معنا الراهب المريمي الأب جورج نصيف وفصل من الإنجيل المقدس. أخوتي المشاهدين، الله معكم. نحن وياكم رح نتأمل بنص من إنجيل لوقا. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. وضرب لهم هذا المثل: كان لرجل تينة مغروسة في كرمه، فجاء يطلب عليها ثمرا فلم يجد. فقال للكرام: ها هي 3 سنين آتي أطلب ثمرا على هذه التينة فلا أجد، فاقطعها، فلماذا تشغل الأرض على غير جدوى؟ فأجاب وقال له: سيدي، دعها هذه السنة أيضا، فأنكش من حولها وألقي سمادا، فإن أثمرت في القابل وإلا فتقطعها. حقا والأمان لجميعكم. أخوتي المشاهدين، كلام الرب يسوع بإنجيل اليوم هو بإطار ضرورة التوبة، وهذا الشيء منشوفه حسب النص السابق للي سمعناه اليوم، ويلي بيحكي فيه يسوع عن الجموع يلي الجليليين يلي خلط بيلاطس دم بدم ذبائحهم، وعن سقوط برج سلوام على 18 شخص وقتلهم. فيسوع بعد ما يحكي هالمثلين بينهي حديثه بالكلمات التالية: إن لم تتوبوا أنتم فجميعكم كذلك ستهلكون. يعني بيحكي عن التوبة، بيرجع من بعدها بيعطيهم هالمثل، مثل التيني غير المثمرة يلي هو قدامنا اليوم. كيف منقرأ مفهوم التوبة بهالمثل يلي سمعناه؟ الشجرة طبيعي وكلنا منعرف هيدا الشيء، دورة أنه تعطي ثمار، وإلا لماذا هي موجودة؟ من هيك منشوف بالإجمال أنه في تمييز بنصوص أخرى بالإنجيل بين الشجرة المثمرة والشجرة البرية يلي ما بتعطي ثمار، أو أنه يلي ممكن تكون بتعطي ثمار ولكن هذه الثمار غير صالحة للأكل. فإذا من صفات الشجرة المثمرة الصالحة هي العطاء، هي أن تعطي ثمار، مش بتعمل ثمار لنفسها، تعطي ثمار. ولحتى تعطي ثمار تحتاج إلى محيط حيوي صالح، تحتاج إلى أرض فيها غذاء، أرض طيبة، يعني بالتالي مزارع عم يهتم فيها، مزارع عم يسقيها وعم بغذيها. مين هو صاحب الأرض حيث زرعت التينة بحسب هالنص؟ هو الله. التينة مغروسة في كرمه بقلنا النص. لازم نفهم دايما أن الله جعلنا نحن وكلاء له على هذه الأرض، خلقنا وجعلنا هنا كي نعطي ثمارا. من علامات نجاح الشجرة، أي من علامات نجاح حياتي وعلاقتي مع الله والقريب، شو هي؟ هي العطاء، أي الانفتاح على الآخر. أما الحالة المعاكسة، يعني عدم الانفتاح وعدم العطاء، فهي علامة العقم والانغلاق والأنانية. المزارع حسب نص اليوم اللي بنفهمه هو الرب يسوع، الرب يسوع المرسل من الآب كرمال شو؟ ليعطي كلا منا ما يحتاجه إليه كي يأتي بالثمار. يسوع هو الوسيط بين الآب والبشر، إجا حتى يصلح ما هو فاسد، إجا يدعو إلى التوبة، يلي من دونه، من دون التوبة لا يمكن العودة إلى بيت الآب، تماما كمثل الابن الضال. 3 سنوات، بيحكي النص عن 3 سنوات وهالشجرة ما عم تعطي ثمار. رقم 3 هو من الأرقام، أرقام الكمال بالكتاب المقدس، يعني عم بيقلنا النص أنه هالشجرة إلى زمان كتير مش عم تعطي ثمار. وصاحب الكرم يصبر، يعني الله هو صابر، يصبر علينا. وهالرقم أو هالشجرة ترمز إلى اليهود، يلي الله وضعهم كشعب لإله بين كل الشعوب لحتى يشهدوا له قدام هالشعوب، فلم يعطوا أي ثمار. أول ما طلبوا المزارع من صاحب الأرض، طلب منه الصبر، اصبر بعد على هالشجرة، يعني يعطيها فرصة أخرى، لعله هالإنسان يلي يعني عم بياخد هالفرصة الثانية، لعله يلين وبيقرر يغير، أي بيقرر أنه يتوب. الرب يسوع حاول كتير مع اليهود ولكن ما لقى منهم إلا الرفض،
والنبذ وقساوة القلب، فبرهنوا إنهم أرض عقيمة وشجرة لا تعطي ثمار. زيادة عن الوقت الإضافي يلي عطاها لهالشجرة، أوجد لهالشجرة المزارع يعني يسوع هون، أوجد لهالشجرة المكان الصالح كي تنمو بطريقة طبيعية. يعني قال له بنكشلها وبحط لها سماد. فإذا الإنسان ما بيقدر يعطي ثمار إذا كان المحيط يلي عم ينمى فيه محيط غير مساعد. فإذا هون عم نحكي عن التوبة نحن. التوبة شو هي؟ التوبة هي تغيير الذهنية، تغيير التفكير. وهالتغيير يتم بحاجة، أو بالأحرى لحتى يتم هو بحاجة لمحيط مساعد. يعني ما بقدر ضلني محوط نفسي بكل أنواع الشرور والأشرار وأقدر بذات الوقت أعطي ثمار جيدة. ما بقدر أختار وأصر على عيش الخطية والرزيلة والفساد ورفض الله وكل ما هو من الله، وبذات الوقت ابتعد عنه وكمان بدي أقدر أعطي ثمار جيدة. هذا شيء مستحيل، مستحيل كليا. ما ننسى المثل يلي بيقول دايما العشرة السيئة تفسد الأخلاق السليمة. المحيط يلي بيربى فيه الإنسان إذن أخوتي هو مهم، محيط مهم. النكش والسماد يعني الجو المؤاتي للعطاء، هو ربما جو العائلة يلي فيها سلام، هو جو العائلة المصلية، هو جو الرعية الساهرة على النمو الروحي لأبنائها، هو جو المجتمع الصالح الذي لا تغريه سيئات هذا العالم. والجو الصالح هو جو مملوء من حضور الله وتعاليم إنجيله. هالجو يصبح الدافع للإنسان ليعيش التغيير بحياته، ليعيش التجدد الدائم، وليبقى ذهنه بنمو مستمر بنعمة الرب. بالإضافة لصفاته الطيبة كالصبر وطول الأناة والرحمة والمحبة، إلا أنه الله هو أيضا عنده صفات العدل وهو متطلب. شو بيطلب منا الرب؟ يطلب منا أن نكون أرضا تتشرب من الغذاء الروحي يلي تركه بين إيدينا. ربنا عطانا الغذاء، إذا بدنا نتغذى موجود بين إيدينا. شو هو؟ باختصار نقدر نختصره بالإنجيل، كلام الرب بالإنجيل، الإفخارستية، القداس يعني، الصلاة الدائمة. كما يطلب منا أيضا الرب المثابرة، يطلب منا نكون ناضجين روحيا، يطلب منا إيمان عميق، يطلب منا تحمل مسؤولية وشجاعة، يطلب منا أمانة لما ألقاه على عاتقنا لما دعانا نكون رسلا وشهود ومبشرين. هذه هي أهم الثمار المطلوبة من كل واحد منا إذا كنا شجرة صالحة. وإلا فالمكان ليس مكاننا، وتعب الرب لا بل عمل فدائه وخلاصه ما كنا منستحقه، للأسف لم نستفد منه شيء. فهون الخسارة مضاعفة، طمعنا بصبر الله وطيبته، وطمعنا أوصلنا إلى العقم والفساد. فيا رب اجعلنا شجرة مثمرة في كرمك حيث أنت أردت أن تغرسني، فأعطي ثمارا حسب رغبة قلبك القدوس. يا رب افتح قلبي وأذني لسماع كلامك والتأمل به والعمل بموجبه، ولا تسمح أن أكون عقيما وأحول المكان من حولي إلى فساد وكسل. أسألك ذلك بشفاعة أمنا مريم العذراء وجميع قديسيك، آمين. مشاهدينا، بصادف اليوم تذكار القديسة كلارا الأسيزية، تابعوا معنا لمحة عن حياتها. أنت الذي كرستني لأعبدك وجعلتني لك عروسا أما وأختا، قويني لخدمتك تحت راية البتولية والفقر السامي القداسة. هذه هي إحدى أبرز أقوال القديسة كلارا التي ولدت في مدينة أسيزي في إيطاليا سنة 1194، والتي كانت عنوان للعفة والطهارة ومشعة بالبراءة منذ صغرها. اكتسبت من أمها مبادئ الإيمان وأسلمت نفسها للروح القدس ليحفظها كما يشاء، فجعلها إناء نقيا قابلا لنعم الرب وأعماله على الأرض. فكانت تمد يد العون إلى الفقراء بعفوية وتستعمل ثروتها للتخفيف من ألامهم.
كانت القديسة كلارا تحرم نفسها من أنواع الأطعمة اللذيذة وتحملها خفية للأيتام والفقراء. هكذا نما فيها روح العطف والمحبة على البائسين التعساء. أمضت هذه القديسة حياتها بالصلاة الحارة، وعندما شعرت بقربها من الله شيئاً فشيئاً تركت مظاهر الجمال الدنيوي وظلت منفردة مع الرب. سمعت القديسة كلارا بالقديس فرانسيس الذي ذاع صيته، وسرعان ما علمت مكانه فذهبت إليه وأطلعته بسرها وبرغبتها بتكريس ذاتها كلياً لله وبعيش الإنجيل بالفقر والصلاة والطاعة. وعندما وافق فرانسيس مضت تاركة وراءها بيتها وعائلتها متجهة نحو دير سيدة الملائكة، حيث استقبلها فرانسيس مع الأخوة وودعت كلارا العالم وداعا نهائيا. رفضت عائلتها الخبر وحاولوا إبعادها، لكن محاولتهم باءت بالفشل، وبعدها لحقت بها أختها أنياس رغم المقاومة الشديدة للعائلة. وبعد فترة من التقشف والخدمة والمحبة ضاع صيت نعمتها هي الأخرى، وصارت النساء والفتيات يهرعن إليها، فأخذت الجماعة تنمو بسرعة وتزدهر تحت إشرافها رغم صغر سنها، فأضحت بذلك خادمة مسؤولة وحريصة على حياة إخوتها الروحية. ومن المعروف عنها أنها كانت تيقظهم من النوم للصلاة في منتصف الليل. إلى جانب ذلك عرفت بشدة إيمانها بالإنسان وحقوقه وبالنظرة الإيجابية له مهما كان وضعه أو أياً كانت بيئته، الأمر الذي جعل منها مدرسة للتنشئة. توفيت القديسة كلارا في 11 آب عام 1253، وقد طوبها البابا ألكسندر الثالث كقديسة للأسيزي. وفي شباط عام 1958 اختارها البابا بيوس الثاني عشر كشفيعة للإعلام. أما في أيلول عام 1850 نبش قبرها وفتح الكفن، ليجد الجميع أن لحمها وثيابها تحولت إلى رماد، أما هيكلها العظمي فبقي على حاله. وفي 29 أيلول عام 1872 نقلت عظامها إلى دير سانتا كيارا، حيث يوجد ضريحها اليوم. مشاهدينا عودة لكم، أبونا أهلا وسهلا فيك من جديد. الله معك. حكيت بالتأمل عن الثمار الصالحة للأكل، وهيك ذكرنا شوي بهالثمار شو هي. هالثمار يلي نحنا لازم نعطيها بحياتنا وما نتركها لإلنا مثل ما حضرتك قلت. خبرنا أكتر كمان بحياتنا كيف نحنا منقدر نطبق هالعطاء ونتشارك هالثمار مع غيرنا. أنا ذكرت بتأمل لأنه الثمار، يعني الإنسان يقطف الثمار لإله، يعني الشجرة ولا مرة بتعطي ثمار لحتى هالثمار يضلون عليها، إذا كانت من الشجر المثمر، يعني الثمار الجيدة اللي بيكلها الإنسان. وشي طبيعي إذا بناخد مثل، يعني مثل ما كان يسوع يعمل يعطي الأمثال هيك العملية على الأرض، إذا شفنا شجرة مهملة لو طلعت، لو كانت هي منيحة وعطيت ثمار، هالثمار انتركت عليها الثمار بتروح بالأرض. فإذا من علامات الثمار اللي بيعطيها الإنسان، إذا نحن بدنا نشبه حالنا بهالتينة يلي يسوع شبهها للشعب اليهودي، إذا بدنا نشبه حالنا نحن لهالشجرة يلي ربنا أرادنا بكرمه على هالأرض أنه نكون عم نعطي ثمار. فإذا الإنسان أول شيء بده يكون عنده حب العطاء، الانفتاح على الآخر. ما بقدر أنا كون مثمر ولكن ثماري أحتفظ فيها لإلي. طيب أنا كمسيحي، إنسان مسيحي على هالأرض، بأبسط الأمور كيف ممكن أن يكون منفتح على الآخر وأعطي الآخر؟ أولا أنا بدي يكون شايف بهيدا الآخر إنسان عنده كرامته، هي أول نقطة. إذا ما شفت بالآخر إنسان عنده كرامته أنا ما بيجي صوبه وبهتم فيه، بهتم شو بدي أعطي. تاني نقطة بدي يكون عندي الحب يلي ربنا دعيني لإله أن يعيشه تجاه خي الإنسان. إذا أنا ما بحب الآخرين كيف بدي أنفتح عليهم؟ كيف بدي أنطلق نحوهم؟ كيف بدي أعطي
من ذاتي تجاههم، كيف بدي يكون عم بعمل العمل الصالح تجاههم. فإذا كل عمل صالح، أول شيء يسوع بيقول أنه ليس ما يدخل الإنسان ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الإنسان. ذات شيء يمكن عم إذا بده يقلنا لذات الجملة بيقلنا إياها، ليس ما يدخل الإنسان هو المهم، المهم ما يخرج من الإنسان من حب وعطاء وتضحية وبذل. لأنه هودي كلهم أكيد هن نعم من الرب يلي بيغيروا الإنسان يلي بيجعلوا إنسان طيب، هي نعمة من الرب. ولكن هالإنسان إذا بقي مغلق على ذاته، ما طلع من ذاته نحو الآخر، ما بيكون عمل شيء. بتكون هالثمار مثل كأنه حطة بمطرح تهتري وما عاد إلى أي نتيجة أو أي مفعول أو أي خير للآخرين. فإذا برجع بكرر الفكرة الأساسية، هي حب الآخر والانطلاق نحو الآخر وعدم الانغلاق على الذات وعيش الأنانية. أبونا، يعني الشجرة بتحتاج إلى محيط حيوي وصالح وأرض فيها غذاء وكمان مزارع يهتم فيها مثل ما حضرتك قلت. شو هو هالمحيط وكيف نحن فينا نحافظ عليه ونتجنب كل شيء فاسد ممكن يكون بهالمحيط، كوننا نحن يعني اليوم عايشين بعالم مليء بالخطيئة وبالأمور الأرضية اللي هي فاسدة، كيف نحن بظل هيدا الجو فينا نحن نحافظ على أرض الشجرة تبعنا إذا فينا نقول؟ أوكي. مربولوس بيقول بمطرح كل شيء مباح لي، ولكن ليس كل شيء ينفع أو ليس كل شيء يفيد. فأنا عايش بهالمجتمع يلي ذكرتي يلي فيه من كل شيء. نعم. مثل ما بلاقي أشياء سيئة كمان بلاقي أشياء حسنة إذا أنا عن جد بدي فتش على الأشياء الحسنة. فإذا أنا شو بختار؟ واللي بختاره هو ليس يعني كل، فإذا مثل ما قلت كل شيء مباح ولكن ليس كل شيء ينفع. ما هون أنا بدي أعرف ميز، يعني لحتى يكون عندي روح التمييز بدي أطلبها من الرب، أطلبها من الروح القدس أنه يا رب أعطيني روح التمييز حتى أعرف ميز ما هو صالح وما هو سيء. أنا موجود بمجتمع بيقدم لي من كل شيء إذا أنا طلبت من كل شيء، ولكن كمان من هالكل شيء اللي بيقدم لي إياه بيقدم لي حياة مسيحية صالحة، بيقدم لي حياة مسيحية، حياة إنسانية بالنتيجة صالحة، وبيقدم لي كمان الأشياء السيئة. طيب أنا شو بدي أختار؟ أنا عندي المقدرة أني أختار. ليه؟ لأنه ربنا عطاني المعرفة، عطاني الإرادة، وعطاني الحرية. فإذا أنا بحريتي وإرادتي ومعرفتي بدي أختار أنه هل أنا أضع نفسي في محيط فاسد يجعلني أفسد؟ نحن بنعرفها من مجتمعنا، بيبقوا الأهل خيفانين على أولادهم وين ما راحوا وين ما إجوا. فإذا ابنهم لا سمح الله تعرف على شيء، بعتذر على الكلمة، على شيء بوطة وأخذته وين ما يروحوا وين ما يجوا، بينزعوه لهالولد لو كانوا أهله مربينه التربية المنيحة. هذا هو المحيط الحيوي الصالح، أنه نوجد الولد، يعني حتى لو كان شاب مش طويل ولد صغير، نوجد بمحيط عم ينزعه. صار الأشخاص يلي عم بيروحوا يجي معهم أشخاص سيئين. بذات الوقت منشوف بالمقابل فيه كمان شبيبة بفتشوا وين بيقدروا يستفيدوا روحيا، وين بيقدروا ينموا حينهم روحيا، بجماعات روحية، بجماعات رسولية، بيروحوا بينتموا لألهم. ليه؟ لأنه هودي وعيه من تربية أهلهم أنه نحن قادرين نختار هالمصير الحلو يلي هو بيمشي مع الرب، وبنمشي مع الرب. كيف على الأهل هون أنه عن جد يقدروا، يعني عادة الولد بس يكبر وخاصة بس يصير بسن المراهقة كتير بيكون عم بيثور على كل شيء وعم يرفض كل شيء، وهون كمان بتدخل إذا بدك أنه الولد بيصير يشك بالرب وبيبطل يآمن بالدين، يعني بيصير هيدي الفترة يعني طبيعي أنه الولد يقطع فيها بيكون رافض كل شيء. كيف على الأهل هون أنه يقدروا عن جد يتابعوا ابنهم أو بنتهم بيومياته لحتى يقدروا يرشدوه على الطريق الصحيح؟ أكيد الأهل بدهم يشتغلوا على حالهم حتى يكونوا مربيين صالحين. ما فيهم ياخذوا فرصة أنه من التربية كذا سنة أو كذا شهر أو نهار إيه على الشلاء وبعدين يجي بده يربوا أولادهم. التربية هي مثل ما بيقولوا مسيرة يومية بده يعملها الإنسان. كيف بده يعمل مسيرة يومية لينما بحياته الروحية؟ بده يعمل مسيرة يومية حتى يربي أولاده يلي هو ربنا حطهم بين إيدي وديعة هالأشخاص هاد. فإذا التربية ما بتصير بس يصير الولد عمره 10 سنين و11 سنة و12 سنة وبلش يعند، هون بقرر أهل أنه بده يربوه. التربية ببلش من هو صغير، هو طفل الإنسان، وأكثر شيء من مرحلة الثلاث سنين وطالع.
لحتى هون بلش يفهم الولد ويعرف يميز بين المنيح والمش منيح. إذا الأهل هون تركينه وعم بيزقفوا له مبسوطين فيه شو ما عمل وشو ما حكى وما عم يتابعوه يوميا بتربيته، رح يوصل لعمر المراهقة ويكون رافض لكل شيء. هو أنا بشوف عمر المراهقة أكثر من أنه شك، هو رافض. نعم. لأنه الإنسان يلي عم يكتشف هويته بهذا العمر، بلش يكتشف هويته، أول شيء بيعمل ثورة على ذاته، لأن إحنا بنعرف أنه بيولوجيا الإنسان بحس أنه في شيء عم بيتغير. نعم. فبيتعجب من حاله أنه شو عم بيصير معي، وهذا الشيء بيخليه أول شيء ينغلق على حاله. تاني شغلة بيخلي يفكر أنه كل شيء اسمه سلطة بده يجي علي، يعني أنا عم يكسر لي من شخصيتي اللي بدها تكبر، مشان هيك بيرفض كل شيء اسمه سلطة. بيرفض البي، بيرفض الأم، بيرفض الأستاذ، المدير، لا يوصل لبيرفض الله آخر شيء. نعم. ولكن هذه مرحلة إذا ما ترافق فيها بتكبر عنده وبيروح أكثر صوب إذا بدنا نسميها الإلحاد المقنع نوعا ما، بس يكبر أكثر من هذا العمر. بس إذا ترافق فيها من الأهل، ترافق فيها من أخوه الرعية، من مرشد الروحي، بيطلع منها بأقل أضرار ممكنة. هون على الأهل أنه مش هلأ مثل ما قلت قبل شوية بفوق أنه هلأ لازم نربي ابننا. ليش؟ لأن هون بصير في مثل عنف من تب التربية. ليش؟ لأنه عنف من قبل اثنين، الأهل بدهم يصرخوا ويعيطوا عليه لأنه ما رح يسمع منهم بسهولة، هو رح يرفض كل شيء اسمه عم بيمارسوا سلطتهم عليه ورح يمشي مثل العادة تطبيش البواب والصريخ على بعضهم وإلى آخره. فإذا التربية بتبلش من هو صغير الولد حتى يتقبل أهله وعم ينمى هو إياهم كأخوة لإله، كرفاق لإله، وكسلطة مش لحتى تكسر له راسه وتكسر له جوانحه، لا، سلطة عم بترافقه حتى ينمى بالطريقة الصحيحة. أبونا كنت عم تحكي أنه إذا المحيط فاسد نحن لازم نغير هالمحيط، بس مش على الإنسان أنه يمكن يقدر يغير بهالمحيط يحسنه، أو عليه عن جد أنه يخرج منه نهائيا، بما أنه نحن يعني لازم ننفتح على الآخر مثل ما حضرتك قلت، لازم نشارك هالثمار مع غيرنا. كيف على الإنسان هون يتصرف إذا محيطه منه صالح؟ إذا عارف حالي أنا مني قد الحملة، كيف بدي صلح؟ إذا عندي افترضي أنه عندي حيط شايفه أنا ببيتي، حيط عم يوقع، وأنا مني قد الحملة حتى هدي هذا الحيط، بستنجد بمهندس يجي يساعدني شو بدي أعمل. ذات الشيء بحياتي، إذا أنا بمجتمع حس أنه أنا عم بفرط قدام هذا المجتمع، مش قادر أني أوقف على جاي لأنه مجتمع صار فاسد، صار مجتمع فاسد، ومش قادر أوقف بوجهه، هون شو بعمل؟ أنا دوري أكيد كمسيحي مثل ما قلت قبل شوي هو الانفتاح على الآخرين. بس إذا هذا الانفتاح تواجه مثل ما تواجه يسوع من اليهود، أنه سكروا كل شيء عليه ليسوع، شو ما يحكي ينقضوه، شو ما عامل بدون يقتلوه، أكترية اليهود هذا كان موقفهم بوقت. فيسوع شو عامل هون؟ يسوع بيقول له مرة لأورشليم، كم مرة أردت أن أجمع فراخك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريده، فهذا ها هو بيتكم يترك لكم خرابا. يعني المسيح عليه أنه يجرب ويشتغل وينطلق نحو رسالة معينة، ولكن ما بيقدر يرغم الآخرين غصبا عنهم أنه لا بدكم تتغيروا. فعلي أن يكون أنا المثل الصالح قدامهم بحياتي، ما أنجر لهم، ولكن بذات الوقت ما خليهم أنه يأثروا على حياتي اللي أنا عايش فيها ويجروني لإلي أنه بطريقة غير مباشرة أني أرجع ألحقهم. لا، بدي حافظ على حالي بس ما بدي أنجر لإلهم. لما نحافظ على حالي لوحدي ما بقدر. إذا ما كنت إنسان عن جد عم جرب أشتغل على ذاتي من الناحية الروحية، أنا بفسد بطريقة سهلة. بطريقة سهلة بروح بمشي معهم. بس إذا أنا إنسان عم بشتغل على حالي بطريقة صحيحة وبطريقة بناءة وبطريقة نمو يوم بعد يوم، لو المجتمع حدي كان فاسد، أنا على القليل بكون السراج، بكون الخميرة، بكون الملح بقلب هذا المجتمع. هل يسوع اللي قالنا إياه؟ يعني هون لو كنت أنا لوحدي أو كنا مجتمع صغير، بس هذا المجتمع بده يكون خميرة، يعني بدي خمر عقد ما بقدر. هذا المجتمع بده يكون مثل السراج المضوي، لو حد كتير في ظلمة بضل في مطرح شايفين الناس أنه في نور. فإذن هيدا هي دعوة المسيحي، مش الهروب، ولكن مش كمان أني فوت بقلب المعركة ومني حامل سلاح ولقي كل شيء كل الأزايف عم تنزل علي وأنا بالمقابل ما عندي شيء رد على هالأزايف هيدا.
كيف على الإنسان أنه يطبق سر التوبة بحياته؟ تبدأ من الداخل التوبة، هي دائما أولى. يعني برجع استشهدت اليوم ودائما بستشهد بمثل ابن الشاطر. نعم. يلي بتبلش التوبة عنده أقومه، يعني أو بالأحرى قبل ما أقومه وأمضي إلى أبي، هو شيء عادة إلى نفسه، هي العودة إلى الذات، مراجعة الضمير. يعني العودة إلى الذات، أنه فوت لجوة عداخلي وهون جوة فتش أنه وين الصح وين الغلط. مش بدي دل بأصبعي وين الصح وين غلط برا، لا، بلش من جوة أنه أنا وين الصح وين الغلط. يعني عاد إلى نفسه، ومن بعد ما عاد إلى نفسه قال أقوم وأمضي إلى أبي. فإذا شو عمل هون؟ غير كل منطق حياته، كل منطق حياته تغيرت. يعني اللي كان رايح صوب الخنازير وحياة البؤس وحياة التعتير برم ورجع. وهذه هي التوبة. التوبة هي تغيير حياة، تغيير ذهنية، تبديل بحياتي كله. هذه هي التوبة اللي مرة حكينا عنها يمكن قديما، ما بعرف إذا بتذكري، قلنا جاي من أصل يوناني الميتانويا. الميتانويا هي هالتغيير الجذري بحياة الإنسان، العودة إلى الذات. أبونا، يعني وقت نمارس التوبة ونعود إلى الآب مثل ما أعطيت مثل الابن الضال، هل بتصعب علينا بعدين الأمور كبشر أنه نحن ما نرجع إلى الخطيئة اللي نحن تبنى عنا؟ وشو يلي بيساعد الإنسان بهالمرحلة؟ قصدك يعني تسهل علينا عدم العودة إلى الخطيئة؟ لا، بتصعب أكتر أنه وقت الشخص يتوب، عادة الإنسان بيعيد خطاياه أو بيرجع بيقع بالخطيئة. إذا اعترفنا لنقول ونحن عرفنا غلطتنا بس رجعنا عدنا الخطيئة، قديش أصعب على الإنسان بتصير هالمرحلة وكيف هو بيقدر يتخطيها؟ أول شيء رحمة الله أكبر من كل خطايانا، هاي شغلة. شغلة تانية، يسوع علمنا أنه نغفر لبعضنا 70 مرات إذا عاد إليك أخوك وهو تايب. طلب منا نحن نغفر لبعضنا هالقد، فكان بالأحرى هو بده يغفرنا إذا عدنا إليه تائبين. ولكن التوبة اللي بعيشها إنسان دائما بتساعده أنه صار يعرف كيف يهرب من الخطية شوي وشوي. ليه؟ لأن أنا عم عيش توبة دائمة بحياتي. من هون فحص الضمير كتير مهم بحياة كل مسيحي، مش بس بحياة الراهب والراهبة. فحص الضمير كل مسيحي لازم قبل ما ينام عشية يقعد يعمل فحص ضمير، أنه أنا قديش اليوم قاومت التجارب والخطايا اللي واجهتني. ليش ما قاومت؟ هل كنت أنا فضل هيدا الشيء اللي رحت ارتكبته على علاقتي مع الله؟ ليش فضلت هيدا الشيء؟ يعني بدي أسأل حالي، بدي أوقف أنا قدام محكمة ذاتي. ما ضروري حدا يعمل لي محكمة وحكمني من برا. خليني أنا بالأول حاكم حالي، أنه أنا أوقف قدام ذاتي أقول ليه عم بفشل؟ الفشل شو سببه؟ هل أنا سببه يما في شيء تاني من برا؟ هيدا الشيء التاني من برا، إذا عن جد في شيء كتير مهم من برا أو في كبير عم بيع من برا، هون ساعتها أنا بدي أجرب سكر البواب لهذا الشيء اللي عم يجي علي من برا. وهذا اللي بقوله أنا بفعل الندامة، أقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، هذا اللي عم يجي علي من برا. إذا السبب هو أنا أنانيتي وكبريائي، فبدي أشتغل على حالي، وبذات الوقت بدي صلي أنه يا رب خليني أكتر وأكتر أتعرف عليك حتى أعيش التواضع والوداعة مثلك، ما ضلني غرقان بأنانيتي وما حس حالي أنه أنا أحسن من كل شيء وأحسن من كل حدا على هالأرض. منشان هيك مش عم بقدر أني أطلع من أنانيتي ومن هالضعف اللي عايش فيه. فساعدني حتى أعرف أنه أنت بتحبنا كلنا وبتحبني إلي وبتحب كل الناس. اكتشف محبتك للناس، اكتشف محبتك لإلي حتى أقدر أطلع من هالضعف اللي أنا فيه. وهون بختم آخر شيء، ولا مرة أنا بتوب حتى ربنا يصير يحبني. أنا لما اكتشف حب الله لإلي بتوب. أبونا، في شغلة أنه في خطايا معروفة أنه خطايا، بس في أوقات منكون إحنا عم نخطئ بس نحن مش عارفين أنه خطية، أو عارفين أنه خطية صغيرة وبتقطع. كيف الإنسان بده يعمل هالفحص لذاته أنه عن جد يدرك أنه هو عم يخطئ؟ مثل ما قلت قبل شوي، هو الفحص الضمير اليومي. بس بدنا ننتبه نميز بين الخطأ اللي بيرتكبه الإنسان كل يوم والخطية اللي هي خطية. أوقات كتير إنسان بيرتكب أخطاء، يعني مثل صار على التعبير، بس مثل موتور السيارة مثلا. أوقات بيصير في أخطاء موتور السيارة،
يعني مثلا طلع صوت غريب رجع ظبط، ما بعرف شو برم دولاب السيارة بطريقة غلط وما ظبطش بعدين مشي حال السيارة، هيدا خطأ صار بالميكانيك تبع السيارة. بس في إذا بيسميها الخطية الكبيرة مثلا انكسر الموتور مثلا، هون راح هيدا. يعني عم شبه هيدا الشيء لكتير شغلة بنال بين إيدينا حتى نقدر نفهم. أنا أوقات كتير بتصرف بطريقة عفوية، بيطلع مني مثلا كلمة، بيطلع مني تصرف تجاه الآخر مش قاصد، طبيعة بشرية، مش قاصد أني أأذي الآخر أو شيء، هيدا خطأ ارتكبه الإنسان بيقدر يصلحه بلحظتها، أنه بكلمة اعتذار بمزحة صغيرة بيقدر يمرقها، خلصت الخبرية هون. بس لما انا اكون قاصد اني عم مثل عن سابق تصور وتصميم على التعبير اللي عنده، اني روح اذي واحد، دمره، احكي عنه، احمله على لساني وابره وين ما كان، هذا صارت خطيه. هي انه انا قاصد اني اذي الاخر، قاصد اني دمره، قاصد انه ما خلي له حدا يحبه من الناس اللي بعرفهم، فهون صارت خطيه. فهيك منشان هيك انا بفحص الضمير اللي بعمله عشية، انه اليوم تشرعت انا وخيي مثلا، طيب هل انا لاني ما بحب خيي؟ لا، انا بحبه لخيي، نعم، بس شرعت انا وياه يمكن عمل شيء انا ما قدرت فهمته عليه وعمله بطريقه مش انا طالبه منه، بس خلصت الخبريه مع خيي هون. يعني هي منا خطيه، انه هيدي سوء تفاهم، طلع صوتنا شوي على بعضنا، بعدين انه رجعنا قعدنا شربنا فنجان قهوه سوا وضحكنا ومزحنا، خلصت الخبريه. أبونا حكيت عن صاحب الأرض، يعني الله هو صبور ورحوم وبيعطينا كتير فرص بحياتنا لحتى نرجع عن الخطيئة يلي نحن ارتكبناها، وعطول بيضل يدق بابنا الرب. إلى أي مدى صبر الرب بيبقى يعني بحياتنا؟ وكونك كمان قلت بالتأمل أنه الرب عادل ومتطلب، يعني هون كيف نحن لازم نعمل بالانس بهالأمر؟ أنا كمان بدي أتطلب من ذاتي، مش بدي أنطر الرب حتى هو يتطلب مني. نعم. ربنا حطني بمطرح وعطاني مسؤولية، وهالمسؤولية هي وكالة لإلي. أنا هالوكالة بس خلص من هالوكالة بدي أرجع رجعها على صاحب العلاقة. فقديش كنت أمين؟ من هون يسوع لما يحكي عن الوكيل الأمين والحكيم بيقول عنه. قديش كنت أمين أنا لهالوكالة؟ أنا معطى وكالة هلا. وكالتي يمكن أكبر من وكالتك لأني أنا مشيت بدعوة الكهنوتية. نعم. أنا كاهن عندي وكالة على الشعب، أعطي الطعام في حينه بيقول يسوع، من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يعطي الطعام في حينه. فإذا أنت وكالتك كإنسانة معمدة عم تعملي رسالتك بقدر ما أنت قادرة، يعني اللي بيسمح لك وضعك كإنسانة علمانية مؤمنة مسيحية عم تعملي دورك هون. فإذا هالوكالة اللي ربنا حطها بين إيدينا، أنا بدي أعرف حالي أنه بآخر شيء بدي أرجع أقول له للرب هيدي اللي حطيته بين إيدي، هالوزنات اللي أعطيتني إياهم. فإذا يمكن صبر الرب بطول كل حياتنا على هالأرض، بس بالنتيجة لما أخلص عن هالأرض أنا بدي أروح أحضر قدام الرب، والرب يتطلع فيي أنه أنت ابني وعطيتك كل صفات البنوة، شو عملت بهالبنوة اللي أنا حطيت أعطيتك إياها؟ أنت ابني على هالأرض، وهالابن يلي حبيته يلي قدمت كل شيء من أجله، حتى ابني مات من أجلك، أنت شو عملت بالمقابل؟ مش خوفا، ولكن هذه هي العدالة. عدالة الله بتبين برحمته، ورحمة الله بتبين بعدالته كمان بذات الوقت. شكرا لك الأب المريمي الراهب جورج نصيف، أهلا وسهلا فيك. مرسي. مشاهدينا فاصل ومنتابع حلقتنا. أسرار إيمانك كله.
علينا سهران نور عتمة ايامنا يلي بي الله سكران وحدنا ما بيتركنا قديس علينا سهران نور عتمة ايامنا يلي بي الله سكران وحدنا ما بيتركنا صديق ما تخافوا تمشوا الطريق بجانب يسوع الصديق اوعى تنسوا وقت الضيق وحده بيخلص شعبه خلونا نضوي الظلام نتلاقى بصفق وقام خلونا نضوي الظلام نتلاقى بصفق وقام يسوع اللي مات وقام يسوع اللي مات وقام مشروعه يفدي شعبه افرحوا بالرب عيشوا كل لحظة بقربه بتلاقوا الحب صادق نابع من قلبه ما تخافوا تمشوا الطريق جانب يسوع الصديق ما تخافوا تمشوا الطريق جانب يسوع الصديق اوعى تنسوا وقت الضيق وحده بيخلص شعبه افرحوا بالرب